السلام عليكم، طابت أوقاتكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع كتابات ومقال للكاتب وعد صفوان الرومي حول الموازنة التي بلغت في العام الحالي والعامين المقبلين 200 تريليون دينار، أي ما يعادل 151 مليار دولار لكل عام، وأرسلت إلى مجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، كما تم بناء الموازنة على السهر 70 دولار للبرميل، فيما بلغ العجز فيها 63 تريليون دينار. ويضيف أن الارتفاع الكبير بعدد الموظفين الوارد في الموازنة هو ما يمثل اقتراحات حكومية، فمثلا ارتفاع نسبة كادر هيئة الحشد الشعبي لنحو 100% يعود إلى إدراج الحكومة عودة جميع المفسوخة عقودهم، سواء الذين داوموا يوما واحدا أو أسبوعا، ويقدر عددهم بأكثر من 100,000 شخص. الموازنة أشبه بصك مفتوح سيمنح للحكومة، وستتجه للتعيين والإنفاق كما تريد، وفي حال انخفاض أسعار النفط فإن الحكومة ستتجه للاقتراض الداخلي، فالعراق لن يستطيع الاقتراض خارجيا وهو عليه ديون كبيرة، وفي حال فشل الاقتراض الداخلي أو عدم توفر سيولة سيتم التوجه لطبع العملة، وهذا الخيار سيتسبب بسقوط قيمة العملة. بنود الموازنة الحالية بالمرعبة نظرا لحجم الارتفاع الكبير في التخصيصات المالية والموظفين، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع ببعض الوزارات 70%، وفيما كشفوا عن تعيين 20,000 شخص لا يقرؤون ولا يكتبون بصفة حرفي في وزارة التربية بسبب التخبط وتدخل الأحزاب. إلى تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد للكاتب صفاء الكبيسي تحت عنوان الفساد ينخر رواتب الحماية الاجتماعية في العراق، الكشف عن عشرات آلاف المتجاوزين. وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن 163 ألف متجاوز على رواتب الإعانة الاجتماعية، مؤكدة تسجيلها خلال اليومين الماضيين آلاف البلاغات للكشف عن متجاوزين آخرين. كان آخر إحصاء حكومي عراقي قد كشف أن أكثر من 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، فيما يستفيد نحو 3 ملايين عراقي فقط من المعونات المادية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويوفر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين عن العمل والأرامل والأيتام، علما أن الراتب الواحد لا يزيد على 180,000 دينار عراقي، أي نحو 120 دولارا أمريكيا، وهو مبلغ لا يغطي معيشة أي عراقي لمدة أسبوع. وهناك تساهل في التعامل مع الفاسدين ممن استطاعوا زج أسمائهم وأسماء عوائلهم وأقاربهم للحصول على الرواتب، وعلى الرغم من أن العراق يعد من البلدان الغنية بالنفط لأنه يعاني من ارتفاع مستمر في نسب الفقر وسط وعود حكومية باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج تذكر. في الملف الاقتصادي كتب أحمد العراقي مقالا في صحيفة الميثاق الوطني تحت عنوان البطالة والمستوى التعليمي في العراق. يلاحظ ومن خلال البيانات الرسمية في العراق ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير للذين يحملون شهادة علمية أولية أو عليا من أعداد الخريجين في الدراسات الأولية والعليا، وهذا ما يؤكد عدم التجانس والتوافق بين المخرجات التعليمية وسوق العمل. إن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم التخطيط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وهذا يعني أن المشكلة متبادلة في آن واحد تتطلب أن تكون المخرجات التعليمية متوافقة مع ما يطلبه سوق العمل. وكذلك على سوق العمل توفير وتجديد المهارات المطلوبة لغرض استيعاب تلك المخرجات التعليمية لمعالجة مشكلة البطالة التعليمية. ومن الملاحظ فإن معدلات البطالة التعليمية موجودة في أغلب التخصصات كالحاسبات والقانون والإدارة وغيرها، تنخفض في بعض التخصصات الطبية، وهذا لا يعكس طلبها من قبل سوق العمل عكس تلك التخصصات، ولكنها ملزمة بالتعيين المركزي كالأطباء والصيادلة. وقد يكون هذا سببا آخر لعدم توازن مخرجات هذه التخصصات مع حاجة سوق العمل، وبالتالي فائض أو نقص فيها.
تحت عنوان بحوث وأطاريح تنجز بعيدا عن الحرم الجامعي في العراق، تقرير للكاتبة غفران يونس تقول فيه: لعلنا ندرك أن كتابة الأطاريح الجامعية هي عمل طويل ومجهد، فقبل المباشرة بكتابة الكلمة الأولى من أي رسالة أو أطروحة لابد من وضع خطة تفصيلية لكل فصل تتبعها نتائج واستنتاجات، وقبل كل هذا نحتاج الوقت الطويل لقراءة المصادر وتصنيفها، جهد يحتاج أشهرا من الدراسة والبحث والتخطيط. لكن على ما يبدو هناك من يعبر كل هذه المراحل، فيكفي للطالب الذي ينوي البدء بكتابة أطروحته لغرض الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يتجول عبر الإنترنت ليطلع على مكاتب لا حصر لها تقدم خدماتها ليس بطبع الأطاريح فحسب كما كان في السابق، بل تعرض خدماتها لكتابة الأطاريح الجامعية. أغلب الإعلانات التي تطرحها هذه المكاتب تحدد بأسعار معينة، والبعض يطلب التواصل عبر الخاص لمعرفة المبلغ المتوجب. فكتابة رسائل الماجستير تتراوح أسعارها ما بين 400 إلى 700 دولار، أما أطروحة الدكتوراه فتحددها هذه المكاتب ما بين 900 إلى 1300 دولار. وتقدم المكاتب خدماتها في كتابة التقارير وبحوث التخرج وبحث الترقية العلمية لأساتذة الجامعات، وكذلك بحوث الترفيع في معهد الخدمة الخارجية للانتقال من مستوى دبلوماسي إلى آخر. وبعض المكاتب تذهب أبعد من ذلك لتنجز بحوث الترقية لأساتذة الجامعات وتنشرها، والبعض يرى أن عشوائية التعيين التي تنتهجها الحكومة أسهمت في تعيين أساتذة في كليات أو مراكز بحثية بعيدة عن تخصصهم. إلى مقال حول الطب والذكاء الاصطناعي للكاتب عاصم منصور في صحيفة الغد الأردنية. لقد اختلفت الصورة النمطية التي ارتسمت في أذهاننا عن طلاب الطب والأطباء المتدربين، حيث جاء الذكاء الاصطناعي ليحدث ثورة عظيمة في الطب، وآخر شات جي بي تي إنجازاته، بل آخرها إنجازاته، والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022 كأداة من أدوات الذكاء الاصطناعي يصنع ويخلق أنماطا جديدة في طرق ممارستنا للطب، فلم يعد الطبيب الأفضل هو ذلك القادر على حفظ واستظهار كمية هائلة من المعلومات، فمهما برعت ذاكرة الطبيب وأظهر قدراته الكبيرة في الحفظ فإنه يستطيع أن ينافس ما تقدمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي من قدرة هائلة في الوصول إلى كم ضخم من المعلومات والبيانات وتحليلها في ثوان. طبعا لا يستطيع، هكذا يقصد الكاتب. هذا الأمر لا يعني بأي حال من الأحوال أن الذكاء الاصطناعي سيكون بديلاً للحكم البشري والخبرة، لكنه يبقى أداة صممت لتعين وتدعم عمل الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية، لا لتحل محلهم. من جهة أخرى، لا أشكك بالدور الكبير الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين جودة الرعاية الطبية وسلامة المريض والتقليل من الأخطاء الطبية، وفي مراقبة ومتابعة المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة من خلال متابعة مؤشراتهم الحيوية على مدار الساعة، والمساعدة في تحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية والتنبؤ بالمشاكل الصحية المستقبلية، وبالتالي رصد مؤشرات مبكرة للأمراض، مما يزيد من فرص الكشف المبكر عن الشفاء. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. والآن نبقى وإياكم مع فقرة الكاريكاتير.
صورة جديدة لثقب أسود هائل تكشف عن الظواهر العنيفة حوله. كشف العلماء عن صورة جديدة لثقب أسود تمتاز بأنها الأولى التي تظهر الأحداث العنيفة التي تجري حول واحد من هذه الظواهر الكونية المهمة، إذ تبين الانبثاق الهائل لجسيمات عالية الطاقة إلى الفضاء. حصل العلماء على الصورة الجديدة وهي من أوائل الصور الملتقطة للثقوب السوداء باستخدام 16 تلسكوبا في مواقع مختلفة على الأرض، شكلت معا طبق رصد بحجم كوكب. ويقع الثقب الأسود فائق الكتلة الذي التقطت صورته في مركز مجرة على بعد 54 مليون سنة ضوئية تقريبا من الأرض، ويصعب رصد الثقوب السوداء بحكم طبيعتها، إذ أنها عبارة عن كيان يتمتع بقوة سحب هائلة لا تستطيع أي مادة أو حتى ضوء الإفلات منها بمجرد الوقوع في جاذبيتها. احتج نشطاء حركة الجيل الأخير المعنية بحماية المناخ في جميع أنحاء العاصمة الألمانية برلين، حيث قطعوا الطرق أمام المواطنين من أجل تحديد السرعة على مستوى البلاد لأجل البيئة. وعبر الناشطون عن احتجاجاتهم من خلال لصق أيديهم بإسفلت الطريق، مما دعا رجال الشرطة لمحاولة إبعادهم وفتح الطرق. والآن نتابع وإياكم الفيديو الذي اخترناه لكم في هذا اليوم من عدة مواقع. قمت بتفقع في وجهي، فقعت في وجهي، فمن وقتها لهسه وأنا مش شايف إشي يعني. تخبيت في المدرسة الثانوية، مدرسة البنات الثانوية اللي جنب أبو عقبة، وكنت واقف غاد يعني، كنت كل ما أشوف جيش قرب أحرب لمنطقة ثانية. بعرفت كيف إيش مرة واحدة أنا واقف عاد طبيعي يعني زي عاد واقف، ولا كنب اللي تفكع قدامي تفكع هيك مرة واحدة، وجهي يفكع، مناخيري دم، كل وجهي يطير طيح دم، عيني ما أقدر أشوف فيهن. للأسف كانت الإصابة في كلتا العينتين، في عين العين اليمين كان في نزيف في الحجرة الخلفية للعين، وهذا أدى إلى ضغط كامل على وشديد على العصب البصري، مما أدى إلى للأسف لتلفه. حاولنا دخلنا إحنا في إنه عملنا الإجراءات اللازمة، ولكن اليوم مع الفحص الكلينيكي كان للأسف إنه ما بيقدر يشوف الضوء في العين اليمين، فهذا مؤشر انه بسبب نتيجة النزيف اللي كان ضاغط على العصب ادى الى تلفه كاملا. بهذا نصل بكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.